قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. ساحة اسطنبول والعاصمة التركية أنقرة وعشرات الآلاف من الأتراك المحتجين المطالبين باستقالة رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان المستمر بتجاهل مطالب شعبه. أردوغان وفي تصريح أدلى به فور عودته من زيارة خارجية لعدد من دول المغرب العربي واصل ترديد مقولته أنه رئيس حكومة ل50% من الأتراك، كما كرر إطلاق توصيفات المخربين والإرهابيين على المتظاهرين السلميين. أردوغان هدد بوضع حد فوري للمحتجين والاحتجاجات دون أن يفصح عن ماهية الإجراءات التي سيتخذها لتنفيذ هذا التهديد، وتجاهل مطالب المحتجين المستمرين بالتظاهر لليوم 8 على التوالي في ساحة تقسيم بإسطنبول وفي أنقرة أيضاً. مراقبون نبهوا إلى أن سعي أردوغان لحشد أنصاره والتصدي للمحتجين يزيد المخاطر من احتمال انتقال الأزمة التركية إلى صراع قوة بين معارض ومؤيد لأردوغان. في ميدان تقسيم بإسطنبول مركز الاحتجاجات الذي يعتصم به على مدار الساعة عشرات الآلاف من الأتراك، رددوا دعوات إلى استقالة أردوغان قائلين طيب استقل، بينما أخذ آخرون يغنون ويرقصون. وفي متنزه كوجلو في أنقرة ردد الآلاف شعارات مناهضة للحكومة وأنشدوا أغاني وطنية. وتتواصل إقامة خيام الاعتصامات في إسطنبول وأنقرة التي يأمها بشكل مكثف حشود غفيرة من المحتجين الذين يؤكدون إصرارهم على مواصلة احتجاجاتهم. أما الولايات المتحدة فقد انتقدت، وعبر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر بيساكي، خطاب أردوغان الذي اكتفت بوصفه بأنه غير مفيد ولا يسهم في تهدئة الوضع. قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسما بذاك ونحن الصادقون